سرور أيمن أبو الدهر، 30 سنة، رجل أعمال. الحالة الاجتماعية It's complicated. اخترنا لكم مشاهدينا لسهرة نهاية الأسبوع فيلم ليلة هانا وسرور. ولا أسرور مطلوب تجيب ماما هنا بقى. ولا دكتور تخسيس، أنا ظابط يا هانا. طاقتك يالا. الفيلم المصري الكوميدي بأحداثه المشوقة اللي بتدور حول النصاب المحترف رضا. بينتحل رضا شخصية رجل أعمال مهم اسمه سرور أبو دهب ليتمكن من الهرب من إيطاليا بعد سرقته لتمثال أثر مهم هناك. فبط ما بتفتحش ليه؟ اطلع برا! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عودة سرور لمصر بيتعرف على هنا وبتوج قصة حبهم بالزواج، لكن ملاحقته من قبل العصابات بشكل مستمر بتجبره على الكذب وإقناع هنا بأنه بيشتغل مع المخابرات المصرية وأن المضايقات المستمرة اللي بتعرضوا لها هي من قبل المخابرات والعصابات الروسية. الفيلم بطولة كل من محمد إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي ومحمد ثروت. اللهم صل على النبي، ده إيش الله وزي القمر ده. فيلم ليلة هنا وسرور مقتبس عن الفيلم الأمريكي Night and Day يلي تم إنتاجه بـ 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليلة هنا وسرور تم إنتاجه بعام 2018 في مصر وحقق 35 مليون جنيه مصري كإيرادات. فيلم كوميدي أحداثه مشوقة، بننصحكم بمتابعته وسهرة سعيدة. تركن، تركن، هي ناقصة أمك، تركن فين؟ عايز تركن فين؟ في إيه؟